عدد ابو محمد عدد. يلا يلا اطلع انت من عدد. يلا عزيز علي حرم كل الجزا جوهر بلانس يدخل أرضية الميدان بن فريق بلانس وجواهر ملاك أولاد العم أبو حسن قطيفان من اللد مدربين الصبلات أبو محمد فتحي قيادة تكون لعب التعصيبي ياس ابو جبل على صوت شلاشي المبين بالبريق مبين وهدي للمالك طراد المدربين الاسطبلات الامريكي ما شاء الله تبارك الله 2021 في اولى صباح الخير ابو العاطف عمتم صباح الفرسان ومدربين خليه يتعود على الصوت خليه يتعود على الصوت انا مش راح اوقف حكي قبل ما يتعود شوي كنت بالعنيانين عبد العصيبي على صوت جوهر بلانس ينطلق ايضا بعمليه الاحماء ايضا زنور على صوت اروجيت الصخره واوس سواعد مع هلال البركان ينطلق والاخر بعمليه الاحماء ما شاء الله تبارك الله حبيبنا الملاك والمدربين اللي ملي شغل عند جهاز الانطلاق بلاش تنزل ام لا تهد انت متعقم طاقم جهاز الانطلاق بادخال الخيول بحال تجمهركم هناك حمد النادر على صوت زعيم الصخره عمر الحسون على صوت أبوب الريح بن سامح الشاحنية وليدي المالك محمد أبو سليمان غريفات المدربين الصبلات غازي حماد وأولادي محمود ومحمد حماد القيادة لعمر الحسون ما شاء الله أبوب الريح شارك المهرجان الماضي هنا على أرضية ميدان الأحلام حيث حقق المرتبة الأولى في هذه الأشواط 2021 في أولى ما شاء الله تبارك الله جاهزية الخيول المجموعة الثانية بنصف نهائي ميدان الأحلام ما إلا لحظات تفتح البوابات أمام خيول المجموعة الثانية وفعلا ينطلق الشوط الثاني على بركة الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله انطلق موفقا للمجموعة الثانية جوهر بلانس حبوب الريح ينتزع الصدارة من البداية من الداخل جوهر بلانس مع الخيال بلانس مع الخيال عمر عبد العصيبي وحبوب الريح بالمراتب الثانية مع عمر الحسون الخيول بالمراحل الأولى من السباق بقبالة دخولها المنعطف الأول جوهر بلانس بايزا متصدر هذا الشوط وحبوب الريح بالمراتب الثانية مع الخيال عمر الحسون زنور على صوت رقية الصخرة يترقب بالمراتب الثالثة الخيول ما شاء الله تبارك الله بقبالة دخولها الخط المستقيم جوهر بلانس ما يزال متصدر هذا الشوط من الداخل ومن الخارج حبوب الريح مع الخيال عمر الحسون إشلاش المبين ينضم إلى الثلاثية الأمامية ما شاء الله تبارك الله مع الخيال ياس أبو جبل لكن حبوب الريح ما شاء الله تبارك الله من الداخل مع عمر الحسون حبوب الريح ما شاء الله تبارك الله حبوب الريح وإشلاش المبين حبوب الريح وإشلاش المبين حبوب الريح وهلال البركان هلال البركان بالمرتبة الأولى مع الخيال أوس سواعد وحبوب الريح بالمراتب الثانية مع عمر الحسون ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله هلال البركان انطلق رابعا وحل اولا ما شاء الله تبارك الله هلال البركان انطلق رابعا وحل اولا بقيادة موفقة وكبيرة من الخيال الكبير أوس سواعد ما شاء الله تبارك الله هلال البركان الملك أبو يحيى المدربين صبلات أبو يحيى مبروك المبروك للملاك المدربين مع بطل هذا الشوط هلال البركان صلى على سيدنا محمد مبروك الف مبروك لملاك ومدربي ومحبي هلال البركان وين التصفيق لهلال البركان ما شاء الله تبارك الله مبروك هلال البركان مبروك السواعد مبروك الصبلات ابو يحيى
ما شاء الله مبروك عادي يا ابو حسين. يلا محمود ما شاء الله تبارك الله ابو بريح بالمراتب الثانيه تحت اشراف تدريب اسطبل الغازي حماد واولاده محمود ومحمد حماد الملك محمد سليمان ابو سليمان غريفات. مبروك المبروك. قريب يا محمد قرب عند ابو العدنان عند ابو العدنان تعرف عليه عشان يصير يعرفك. لحامه لحامه اثنين لحامه. مبروك ابو سليمان والتصفيق لابو سليمان لابو بريح لاستبلاد غازي حماد. الف مبروك ما شاء الله عليك يا ابو بريح. تبارك يا محمد تبارك محمد تبارك تبارك. المرتبة الثالثة ما شاء الله تبارك الله كانت لجوهر بالانس بن مريك بالانس وجواهر الملاك اولاد العم ابو حسن اقطفان من الليدل مدربين الصبلات ابو محمد فتحي. القيادة كانت لعبد العصيبي. مبروك المبروك لصبلات ابو محمد. مبروك لاولاد العم ابو حسن اقطفان من الليد. مبروك لفرسان الليد.